اهلا وسهلا بكم مشاهداتنا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم ديربي اسامه. ديربي اسامه اللي كيجيكم كل اثنين وخميس على الساعه 6:45 مساء. كيف ما عودناكم ما كاين غير الصراحه وما كاين شي حاجه سميتها اللغه ديال العود ياك اسامه. نعم الغاوي في الامر انك تخايف ان لابس الكبوت شويه خدام مغلوق تخايف يقول لي سفيان زولوا ساعه مداز سفيان الصالح اليوم داز. داز. اليوم غنتكلموا على اللائحه ديال المنتخب الوطني ابريم وكذلك غنتكلموا على نظيره كل من المنتخب الجزائري وكذلك المصري والتونسي. نعم وغنتحدثوا على اللائحه والجدل اللي كاين ومن بعد نشوفوا هاد اللوائح ديال المنتخبات الثلاثه الاخرى ديال شمال افريقيا يبان بان كاس العرب عطينا الناس قيمه اكثر مما كنا نتصور. نعم واكثر بكثير من الشان مثلا كاس العرب داك الاسم فيفا عطاها واحد الشرعيه وعطاها واحد المتابعه خصوصا انها تكون بروفا تكون بروفا ديال كاس العالم اعداد كاس العالم على بعد سنه بالتمام والكمال على كاس العالم وفيها بزاف ديال البوليميكات اللي بداوا في قطر في الايام الاخيره واللي نشوفوا من بعد هاد البروفا هاد المنافسه نشوفوا كيفاش التعامل مع الحكومه القطريه. نعم اسامه نبداو يعني بالبدايه من ابرز غياب ربما واللي اصبح واضح بالنسبه لنا انه كاين اشكال ما بين تشاغناوتي وما بين لا هذا واضح ولكن لا ما جاش شي وقت باش يتبدل حتى القضيه ديال الحارس الثاني تفضلنا الحارس الاول هو زنيتي اظن. نعم الحارس الثاني هو محمدي والحارس الثالث هو امسيف تظن اختيار امسيف سميتو في التفكير ديالو في الفلسفه ديالو رضخ اكثر لواحد المنطق ديال الجروب وديال المجموعه وديال النضج وديال راجل بعقلو كو الحبيس. نعم لان بصفه عامه الحارس الثالث تيكون اما شاب خصو يدوز واحد التجربه باش انا نحضر مع المجموعه باش يحضر مع المجموعه على الاقل ولا تيكون كهل لما ماشي كهل تيكون بين قوسين كهل ديال القدم تيكون راجل ديال الثلاثينات اللي الحضور ديالو تيكون عنده صبغه اكثر ديال الحياه ديال المجموعه ومعموم تيقول لا اهلا لا ما تيفسدش الجو يا ما لعبش والحارس الثالث متاكد من ما يلعبش يعني 99% ما يلعبش الحارس الثالث ما تيفسدش كاع الجو خلاف الاخرين اللي فيما تيكونوا احتياطيين ولا كاع في التريبيون تنظن كاين 23 لاعب فقط واش يعطيونا 20 في البون ولا 23 مازال ما عرفنا لحد الان حاولت نقلب على المعلومه لحد الان مازال ما لان هذا كاس العرب فيفا اول مره في التاريخ باش نضبط وذاك الفرق العربيه بالمحترفين ديالها ولا عندها واحد لا كول لا لور لا تيقول غنجيو غنتكلموا عليهم ولكن بعض الجماهير البيداد اسامه كيبان لها انه ربما هذا الشيء هذا غياثر مثلا على احمد رضا التكناوتي في انه عدم استدعاء ديالو ودابا اليوم لا كان معروف انا ما بغيتش نضيع اكثر لا ضيعت 10 ثواني في التكناوتي 20 ثانيه في التكناوتي بحيث عندي التعزيز وما بغيتش هذاك ولكن ما زيدش نضيع لان التكناوتي كان واضح من عام متماعي كان نهار الجمعه اللي بغى يرجع للحلقه ديالنا عيشوا بان المركز الثالث يلعب بين الكرد ياسين ديال الحارس الجيش الملكي ومحمد امسيف حارس الفتح الرباطي عموته اختار امسيف نظرا للسن ديالو قبل ما غنمشيو نتكلم اما التكناوتي معموم كان غيكون في مخيل عموته بلا ما نبقاو نديرو لي بوليميك خاويين ظل الوداد الحقائق اللي تعرفوا الوداد تعرفوا الكره متبين الكره عارفين بان التكناوتي المتمع يطلوش ثانيا الوداد تقول تعيط بزاف اللاعبيه ماشي معقول منهم المدرب الوداد دابا ملي عيطي ربعه ولا مشكل تسوق كان زاد وكان زاد عطيه الله وزاد التكناوتي وزاد شي واحد اخر كاع يمكن يعيطي له التكناوتي اللي باينين وكان زادهم بجوج يسقوا سته يقول لك لا بزاف هذا الشيء ما بغوناش ترينيو على خاطرنا خصوصا اللاعبين اكسترا غنمشيو حنا اسامه هذه اللائحه هذه تكلمتي على البوليميك وعلى هذا الجدل هذا اللي كنتكلموا عليه اليوم ولا اللي كنشوفوا في لي ريزو سوسيو
تكلمنا عليه اكثر من شهر اسامه وقلتي فاش غتخرج اللائحه د عموته واحد الجدل اللي غير واحد السؤال محطوط بزاف بغيت نجاوب عليه في مره على اللائحه كلها باش نعاودش نجاوب عليه. نعم الجدل هو واش هذا ما يستاهلش اكس زيده عاوجو كل واحد يتكلم على لا اللاعب هذوك السبعه اللي زالوا نعطي السميه ديالهم كلهم سبعه زالوا من اللائحه السابقه حيت رجعوا ثلاثه اللي هما الشيبي وبن شرقي وزنيتي رجعوا. نعم دونك كلنا خصنا نزولوا سبعه ولو 30 نزول سبعه السبعه هذوك اللي زالوا كلهم في المستوى وكلهم لاعبين ممتازين الدرجه الاولى في البطوله المغربيه ما كاينش شي واحد ناقص ولكن الاتحاد العربي عطاه يجيب غير 23 لاعب ماشي بحال اللي عقلتيه في الشان كان دا معاه 34 لاعب. نعم وكان دار خاطر كل شيء وبخير وقام على لعبش دابا ما يمكن يدي 23 هذا قانون الفيفا لان الفيفا التي لا تتوقع. نعم لا الفيفا التي تنظم. نعم الفيفا هي من تنظم هي من ينظم كاس العرب ماشي الاتحاد العربي وبالتالي هاد السبعه كما كان الاختيارات تتبقى انسانيا شويه صعيبه فما بالك بزريده اللي ما كانش كاع في اللائحه ديال 30 الاخيره. نعم تدوي على العرجون العربي الناجي حميد احمد كاين سبعه. نعم ياسين اكرد رضا سليم بالاضافه الى لاعب من برا تو تم محذوف انا السميات كلهم راني خرجتهم. يعني كتشوف انا المستوى ديال سبعه اللاعبين اللي كانوا مستدعين في اللائحه كلهم مستوياتهم جيده كاين هي عطيت الله انت كل هي عطيت الله هي عطيت الله قبل ما يجي المساوي في المره الاخيره هو اللي ولات تلعب تيتولير مع نعم. جا المساوي توا بين قبل الحسن والمساوي عنده تجربه اكثر وشرعيه اكثر مع موتى لان فاز معاه بالشان. نعم لو ولا المساوي عطيت الله اوتوماتيكي خصهم يمشيو منين بقى 23 عم متفضل في اي مركز اي خانه يدي واحد اللاعب بوليفالون. شكون هو اللاعب بوليفالون في الدفاع؟ والنهيري. النهيري تيقدر يلعب على اليمين وعلى اليسار عنده تجربه اكثر. نعم. من عطيه الله تيعرفوا عموته اكثر بكثير عطيه الله وعنده هذه الخاصيه ديال يلعب اما ظهير ايمن ولا ظهير ايسر فاللي دار هذا هو بالنسبه لي تيلعب على راس اكثر نتيجه هذا الفكر كله. نعم صدق عطيه الله هو اللي طاير صافا با ديك عطيه الله ما مزيانش با ديتو عطيه الله من ميور اريا غوش المغرب اكتوالمو سي الدوزيام ميور ابخي بوليتيك موسام دونك زول هذوك اللي زول شحال هذه باش ندوي عليهم الظهير ايمن بعدي. نعم النمساوي هادو مابقاوش يتكلم عليهم حتى واحد مابقاش حيت علاش؟ حيت جا ظهير ايمن هذا العام اللي قبل الحسن وابهر الجميع اللي هو الشيبي. نعم فالشيبي هو اللي دول البلايص كلهم وخلى معاه العملود العملود الشعريه ديالو يستمدها من وحيده اللي لوزيج هو اللي عيط له الاول من الاستدعاء ديالو ولا من اللاعب ديالو المقابله بشكل جيد تم اختيار العملود والشيبي على اليمين وعلى اليسار الموساوي هو اللي يلعب تيتيولا كنظن الظهيري عنده الخاصيه باش يلعب معاهم في الظهير الاوسط نفس الشيء الظهير الاوسط ثلاثه فقط اللي هما لي فغي زاري سونترو بدر بانون اشرف داري والبوفتين زاد عليهم واحد اللي يقدر يلعب في وسط ميدان دفاعي ويلعب في الدفاع اللي هو سعدان خصوصا ان الفريق ديال السعودي تيلعبوا في الدفاع. نعم وعموته تيعرفوا في وسط الميدان دونك هذا اللاعب يكون يلعب دونك انت رابح بلاصه بين لاغي درو ولاغي غوش ويعرف بلاصه بين لاكس سونترال وميليو ديفونسيف داك الشيء علاش ميليو ديفونسيف زال الناجي وزال العرجون. نعم. حيت رجع طبعا عمر وقلت لك يوم الجمعه يا لبا عمر كان مزيان غير مزيان راه هو اللي مشى في دماغ عموته هو احسن لاعب في البوست. نعم وعندنا سعدان اللي يقدر يلعب حتى هو ذاك البلاصه بالاضافه الى جبران اللي يقدر يلعب في الثمانيه وفي السته كيلعب فيهم الى لعب عموته بجوج ديال لي ميليو ديفونسيف يلعب جبران هذا ميليو ديفونسيف. نعم ولا يقدر يلعب سعدان ويلعب هذه الخاصيه كاينه عند تاع الفتوحي وجبران والكرتي حتى الكرتي براسو يقدر يلعب سته. نعم دونك عندك لا بوسيبيتي باش تعيط لواحد سته غيال وربعه اللي يقدروا يلعبوا سته واحد تيلعب في السونترال اللي هو سعدان وثلاثه اللي يقدروا يلعبوا بوليفالون اللي يقدروا يلعبوا روليير ولا ديفونسيف واللي هما كرتي وجبران وسميتو دريد الفتوحي. نعم
وبالتالي تبقى لي دوروليه وتبقى لك فوزي وتبقى لك سميتو الحافظي. نعم. دونك عندك ميديو تيرا هو ايمن حسوني تلعبون في الموت الفوق تلقاك ايمن حسوني وفوزي والحافظي. ايمن حسوني تم اختياره من طرف يعني تاع موته رغم ان المستوى حسوني مؤخرا كان ناقص ولكن لا يقول لي حافظ قولي حافظ قولي حافظ هو لا 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 حافظ على الفكره باش ماشي هكذا تناقش معايا. نعم. تناقش معايا فعوض من شكون كاين كل ياخذ بلاصه حسوني رغم ما تكلمش على شكون غير لا هذه مهمه. نعم. سؤال مهم سؤال تنتفاداوه. حسوني طاح شويه ماشي بزاف طاح شويه يعني عملوا درا سنه ممتازه طاح شويه دونك دابا واش بان شي واحد اللي دابا احسن منه شكون هما اللي زالوا من اللائحه شكون هما اللي زالوا من اللائحه اللي يقدروا يلعبوا بلاصه حسوني ادم النفاتي. نعم. ورضا سليم ادم النفاتي مابقاش يلعب ثاني واحد اول مباراه لعب ضد كلبه يوم الصوت الماضي. نعم. واسابيع ما لعبش ورضا سليم توا رجع ما بداش البطوله ورجع. نعم. وتنظن بكل صراحه رضا سليم لم يعني في هذه المباراه اللي لعب ما لفتش النظر اكثر من الحسوني بكل صراحه اتفق حتى المستوى ديالو المستوى العام اللي دونك بارابور اكي ما يمكنش نقولوا لا شيء مطلق عندي وكما كانش عندي هذه العيبيه ديال الخليج والبصر. نعم. وكان فورسيمون الى العربي الناجي يكون بوطويره يكون يقدر بعد يكون سميتو رضا سليم 100% يكون خفيفي. نعم. نختار ديال يكون حداد 3%. حنا عندنا لاعبين في ذاك لي بوست اللي ما كانش كنا نلعبوهم في الكاميرون ولكن دابا يمكن نلعبوه. نعم. وكحال واحد يقول لك عبد الموتى ني با فيدال. لا لا يمكن تقال با فيدال لان هاد 11 قريت هاد الشيء ماشي ما صنعتوش من الخيال قريته استغرب معاك ال 11 اللي داو الشان فقط جوج اللي مشاو من فق داك 11 كان خصو يبقى فيه ده اليوم يعاود يديهم باش يجازيهم. عاود جاب بانون عاود جاب وليد الكارتي لا جاب هذوك لا ديجا في هذو اللي داو الشان بزاف كاين برحمه برحمه دونك باش تعرف ذاك البوز ديال ديفونسيف عنده هو بابا عمر عندي سكوتر شحال واحد زول بابا عمر دابا في الشان كاين بزاف اللي احتاجوا. نعم. كاين الكرتي تعرف كاين نوح السعداوي نشوف ليكيب تيب ديال الشان الفوق كانت كنتي تلعب سوف ونوح السعداوي ما بقاش في المستوى باش يمشي. نعم. ورحيمي وكعبي رحيمي وكعبي ما احتاجوا دونك لي رومبلاسيهم هذوك اللي في المغرب كان زين بلاصتو جا واحد من الخليج ولا من مصر بدهاله. نعم. وراح يبقى لان زي عبالك كعبي اللي بقات بلاصه. نعم. هي اللي وقعت البلاصه بين ازارو والبركاوي وحداد وكاين دونك كاين ميليو تيرا شكون تلعب فيه في الشهر با معمر وحفيظي والكارتي هما اللي كتلعبوا عقلتي. نعم. الكارتي لعب الماتش الاول وما بقاش يلعب شكون اللي لعب؟ با معمر والحفيظي شكون الثالث اللي ولات يلعب تيتولار عندي سكوبال ناجي تنظن الناجي لعب الناجي وهي تيتولار كرتين ناجي اللي كانوا تيتولار دائما وبا معمر كاينين بقاو في الدفاع كان عنده البوفتيني وبوطويل بوفتيني بقى هو واحد مشى لبرا. نعم. بوطويل طار واخا كان تيتولار المساوي دار فيه الثقه ادروات كان عنده النمساوي طار دونك تطاروا بزاف اللاعبين اللي كانوا تيتولار في الشهر كم شي جوار لا بروف قلت لك يدير ليكيليب دار 12 دول العربيه خمسه من السعوديه ثلاثه من مصر ثلاثه من قطر واحد فقط من الامارات العربيه المتحده اللي هو سفيان الرحيمي وفقط 11 لاعب بقوا من البطوله يعني فاك لو شوا اللي كان عندك 35 لاعب من البطوله هبطتي من 35 ل 11. نعم. دونك ضيعتي 24 دونك 24 كلهم يكونوا مقلقين بدي نيفو ديفيرون يعني كاين اللي كنت قلت بزاف وكاين اللي مشى ناشط مع راسو بحال 60 ولا 70 مليون في الكاميرون وعارف راسو ما يكونش في هذيك. نعم. ناشط هذاك وكاين
فهاد 11 لاعب كاين 4 من الوداد وثلاثه من الرجاء. يعني الرجاء الوداد يوم التلاني اليوم ربع المنتخب غادي. نعم فلسفيا مهمه. يعني مش هاد الخيار باقي دابا كنشوفوا اسامه دابا كنا كنقول لك اكبر قضيه مهمه. تفضل. دونك 4 من الرجاء ثلاثه من الوداد وواحد من 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 بركان واحد من الفتح واحد من الجيش واحد من تحت طنجه. تحت طنجه حيت سميتو بابا كنظن بابا عمرو كان في اي فريق في المغرب تنظن مع المتاعي. نعم هادو تنظاهري تنظن هادو كاين شي لاعبين تنظاهري في اي فريق في المغرب يعيطوا على الموت لانهم امن بالمغرب. نسينا بان النهائي خديت تعب حتى في لاكس غنلعب الاخير ماتش دراجه في لاكس مع هاد لاكس اللي كاين في المغرب ما يلعبش بوكو بليسيور بوكو كارتون روج. ولكن على بال الناس يقول لك لو ميور جوور دابا في الديفونس هو داري مزيان انديسكوتابل ديريكتور. واش بالنسبه لعموته لابير بانون سعدان ولا بانون البوفتيني ماشي بلو كومبليمونتير كو بانون داري؟ على الاقل بلوز اكسبيريمونتي تعرفها ودا بها لقب وتعرفها ولعب بها شحال مره. دونك ما نضش داري يكون تيتولير. يعني كيبان لك انه داري ما يكونش تيتولير يعني لانه عموته كتشوفوا انه يثق اكثر في لا لعب هذوك اكثر باش يثق هذوك لعب بهم اكثر داك لي دو بير كيعرفوهم اكثر هو وتنظن كاع على بير بوفتيني وبانون هي اللي تكون تنظن هي كان بوفتيني اون فور بوفتيني اللي يدخل يمكن يزيد سعدان تحت الميليو ديفونسيف. سعدان سي بيس امبورتونت بور عموته اللعيبه تيبغيهم سعدان باب عمار هادو هما لي سولدا ديال عموته الظاهري. كل مديري في العالم عنده ثلاثه واربعه ديالو تيعرف يلعبهم هو حتى باب عمار اللي كان بشان ماشي هو باب عمار اللي كنشوفو في طنجة واش المقابلة واش باب عمار شتي قبل مشان هو باب عمار مشان دوك يعني نسينو نسينو البطولة العربية ونشوفو علاش باب عمار. أنا درت لو سوجي قلت الناس علاش باب عمار لاعب تيعجب عموته وتيلعب في هذا المستوى في هذا المستوى ولا فريق في المغرب تاع طنجة مع احترامي تاع طنجة دوز فريق أكبر وما منعش وما قدرش أنه يوظفو في الطريقه اللي دونك الى بغينا نتناقشوا علاش هذا وجدا قول لي علاش هذا وشكون اللي خصك تزول باش دير هذا بغيت نتناقشوا. نعم ما تديش معايا علاش هذا ما عندناش ميسي في المغرب ما عندناش فهمت واضح الارجنتين وحده تدير ميسي وحتى يفكر في 22 حتى دابا يقدروا ما يفكروش في ميسي. المغرب ما كاينش فيه هذا الشيء ما كاينش شي لاعب ميسي علما ان بالنسبه لي بانون انديسبيتابل بالنسبه لعموته زنيتي انديسبيتابل بالنسبه لعموته جبران انديسبيتابل الكارتي انديسبيتابل حداد هادو لاعبين هادو التشكيله ربما هادو كانوا واضحين يكونوا. نعم اللي بغى يتعامى ما كاينش واحد يقول لك علاش جبتي بانون علاش جبتي جبران علاش جبتي الكارتي. لا تيقول لك علاش مشيتش هذا باش تقول له واش عاوت هذا ولا هذا حيت البيضاوي يقول لك بوحدو يقبطوه في باب عمر وهذوك اللي عاوتاني تيدافعوا على اللاكس يقبطوا في سعدان. هذه عاطفه ما كانش دخلوا فيها عاطفه عاديه في كره القدم لولا العاطفه ما كانش كره القدم شعبيه ما كانش هذه القيمه العالميه. نعم كاين العاطفه كل واحد كل واحد عنده الحقيقه ديالو كاين الحقيقه المهمه هي الحقيقه ديال المدرب. نعم نحاولوا قرب على التعليقات يعني الفحلي كيتحب تعيب على فاوتمان انا نعطيه ليزيلي اللي كاينين في اللائحه ونشوفوا الفحلي في اوتمان يقدر يكون علما ان الفحلي ان ميم با تيتولير ان ديسكوتاب في نوت بركان. نعم دونك في لي جوغ دو كوتي اسماعيل الحداد سفيان الرحيمي اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي دابا ثلاثة عطيني ثلاثة لا كاين وحدين تيلعبوا دابا فات ثلاثة واش فحلي احسن من ثلاثة هو سؤال وحيد. نعم انا فحلي تقول لي فحلي نقول لك بيان سور مزيان العاب مزيان مي تقول لي لا راه عندي حداد وعندي بن شرقي وعندي رحيمي نحبس نقول لك سي دوماج بور فحلي. نعم واش بيان سور الا بغينا نتكلموا دابا الان على شي واحد ما تمش الاستدعاء ديالو ولا الغيابات ديالو خصنا نقارنوه بمستوى المجموعه اللي كاين نعم اللاعبين اللي كاينين حاليا ومني كنتكلموا على اللاعبين اللي كاينين حاليا اسامه راه ايضا كنتكلموا على يعني بعض اللاعبين اللي واخا المستوى ديالهم غيبان لك انت ما مزيانش
ولكن راه قلنا انه عموته راه هذا اللاعب هذا كيعرف يخدم يخدمه وكيعرف يلعب به. هنا مثلا الحسين كاين واحد السؤال الله يحمو عليك مهم لان غلط. قال لك علاش في نظرك جل المنتخبات العربيه تتجه نحو اللعب الفقري الرديف نقصد ديك المنتخب السعودي؟ لا اخويا هذا غلط. المنتخب السعودي كان 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 بلاغ صحفي كان موضوع صحفي لا اقل اكثر. إيرفي غونار هو اللي يكون مدرب المنتخب السعودي في قطر واش اللي لونسي ديجا هذاك شغله كان بالفريق اول والدليل ان البطوله السعوديه ستتوقف. واذا شتي اللائحه لا ديال تونس لا الجزائر البصره غنتكلموا عليها دابا نتكلموا عليها دابا. ثقوا بيا لوائح في المستوى العالي وقطر تيوجد لهذه البطوله وحققت كاس العالم. نعم. حقيقيه الامارات ما عندهاش قطر ما نساوش المنتخب القطري منتخب كبير. نمشيو للمونديال يعني لمصر اسامه اللائحه لانه مهم نقارنه خصوصا مع مصر لانه لاعبين كنعرفهم كاين الزمالك تونس عرفهم كلهم. كاين عندنا محمد الشناوي هو الحارس المنتخب الاول. نعم. محمود جاد محمد صبحي هذا اللاعب ديال بيراميد. نعم اكرم توفيق هذا ماشي لاعب كبير ديال الاهلي. نعم احمد فتوح ديال الزمالك. كاين ايضا الونش ديال الزمالك ديال الزمالك. كاين ايمن اشرف احمد ياسين محمد عبد المنعم مروان داوود حمدي فتحي هذا اسم معروف. نعم كاين عندنا مهند لاشين امام عاشور معروف كمال عبد الواحد احمد افشات محمد مجدي افشا مصطفى فتحي اللي كان فتحي. اللي كان هو الظهير الايمن لسنوات. نعم. ديال كاين احمد سيد زيزو محمد شريف مروان حمدي اسامه فيصل حسين فيصل. يعني لا ملي كنتكلموا على اللاعب وكاين حتى اللاعب ديال الاتحاد جده هادو هما ديال اللائحه اللاعب ديال الاتحاد جده سميتو حجازي. كاين عندنا هنايا ما عرفتش الصراحه لانه ما عنديش لا 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 كامله ما عنديش الاسماء هادشي علاش حتى اللوغو هنا ما باينش عندي. هادي شكون داير هادي؟ هادي ديالهم ديالهم والمدرب الاول المدرب الاول ديال المنتخب الاول اللي هو كارلوس كيروش. نعم هو اللي كاين معاهم ما كاينش نقاش. شفنا الجزائر الجزائر بزاف اللاعبين يعرفهم اكثر من مصر. نعم غنمشيو بزاف اللاعبين يلعبوا في المنتخب الف في الجزائر. دابا غنمشيو نشوفوا اللائحه وغيعرضها لنا زميل المخرج سفيان الصالحي في الشاشه ورانا في هذه الساعه هذه حيث ما اننا ناخذها الان. هنا عندنا في الجزائر هنايا مبو الحي عنده 41 عام شحال من واحد يقول لك هو سبا نورمال. لا هو دا اللي شكون شكون المدرب مجيد بوكركا. نعم دونك مبو الحي ومجاد وزغبان ما تعرفش مجاد وزغبان زغبان اللي دابا اللعيبيه اللي في الجزائر ما نعرفوهمش. نعم انا عارف ما نعرفوش بزاف عرفوا باللعبري اللي كان في ليون واللي في المنتخب الف انديسكوتاب تاع نادي قطر. نادي قطر جمال بالعمري. نعم هذا بدران تاع الترجي التونسي معروف. كاين توقاي تاع الترجي. كاين عبد الله وي في نادي الاتفاق. لا دوك الاخرين انا اللي ما عرفوهم نقراهم كاملين واللي عرفت لا عبيد في المنتخب الف نادي النصر. عبيد بن دبكا ما تعرفوش بزاف هذا شباب الوجداد. شباب الوجداد ابو نجاح كاين بغداد بوجع. نعم كاين ياسين ابراهيمي اللي كان في فالنسيا. نعم كاين السوداني هذو معروفين في ليكيب ا وكاين بليلي اللي كان في الترجي ودابا حاليا في نادي قطر تيدربوا يوسف الصفري. نعم دونك هاد اللاعبين كلهم هما اللاعب بحال ليكيفالون اللاعبين اللي عندنا في الخليج. حنا باللي لاعبين الخليج اكثر عددا. نعم هنا باش سميتهم ما سميات. نعم باش نعاودو السميات ديالهم اللي كاين في الدول العربيه كلهم عيطوا لهم هادشي اللي كاين. يعني افضل ما عندهم عيطوا ليه ما كاينش شي واحد مشى واتجه وقلب على انه يمشي بايكيب كيف ما كان. شوف تونس باش الناس ما يبقاوش غالطين وجميع البطولات العربيه توقف معناها ان الدول العربيه كلها عندها قيمه كبيره لهذا الموضوع. نعم فقط غنمشيو للائحه تونس. لائحه تونس حيت شنو كان التخوف ديالنا يوم الجمعه هو الاتحاد السعودي يكون قرر داك الشيء رسميا. نعم. ويقرر يعني مواصله البطوله دونك عندنا خمسه اللاعبين في السعوديه غيتوقفوا. نعم ولكن العكس هو الذي وقع وايرفي غونار سمعتو بودني قال لهم انا اللي غنمشي ونحاول نوصل للجن وما عندي حتى مشكل باش نلعب ضد المنتخب الوطني الغربي. اكيد كاين عندهم في حراسه المرمى بالنسبه للمنتخب التونسي كاين ثلاثه ديال المنتخب الف بشير بن سعيد معز حسن. لا ومزولين بالشريفيه. نعم يعني كاين عندهم في خط الدفاع عندهم ايمن عبد النور كاين محمد دراجر كاين بلال العيفا كاين علي معلول كاين المتلوتي مرياح منتصر الطالبي. سي محمد لوزان قال لك بان اتحاد جده اروف في زيد لي بيري حجازي لا اظن
نشوف فيفا بول لي بيزا. نعم خصوصا البطوله السعوديه ستتوقف فما يمكنش اتحاد جده وحده تمنع الحجازي وخمسه ديال الفرق سعوديه اخرى عطاو خمسه اللاعبين المغرب. نعم خط الوسط كاين فراس بالعربي، محمد علي بن رمضان، بن سليمان، سعد بقير، كاين غيلان الشعلالي، الشيخاوي، مجبري، فرجاني ساسي، عطينا اسميه اللي معروفين، سيف الدين الجزيري، يوسف مساكني، نعيم سليتي، ديال فخر الدين بن يوسف اللي تلعب حاليا بيراميد. نعم لا يعني تيبان لك بان الفرقه كلها ديال تونس غير تلعبوا في اوروبا. نعم يعني باش نتكلموا على القيمه المدرب ونفس المدرب بالنسبه يعني هذوما المنتخبات اللي تكلم عليهم هذوما المنتخبات القويه اللي كان يعني اللي كينافسونا اسامه حاليا. دابا ملي كتسمع الاسماء اسامه ماشي هو الشال اللي شاركنا فيه على الاقل الناس واضحين. دابا الناس واخدين الكاس العربيه بحال الشال. لا علاقه اول الشان كنا قلنا واحد الكلمه عقلتي وتفقتي انا معايا تنسى قلنا الا لاكاف كان عندها الذكاء باش تسمح للاعبين اللي يلعبوا في افريقيا كلهم يشاركوا في الشان تولي شان اخرى بيان سور غيكون فرق كبير غيكون عندنا في ليكيب الشان البانون وبن شرقي وكرتي. نعم اليوم ولكن المنتخبات تحت الصحراء تستفيد اكثر جميع اللاعبين عندهم في المغرب والجزائر وفي تونس وفي مصر. يقول المنتخبات ماشي ضعيفه المنتخبات قويه حتى جنوب الصحراء غتولي شان اخرى. هذه القضيه ما دارتهاش لاكاف دارتها الاتحاد العربي بذكاء لانه اللي غيعطي السيف هذه السيف غادي يعطي لك القوه ديالها هو. هذو كلهم المغاربه الخليج سي دي فيديت في الخليج وفي مصر وداك الشيء الجزائريين الخليج سي دي فيديت في الخليج توانسة الخليج سي دي فيديت في الخليج. نعم. المصريين الخليج سي دي فيديت في الخليج يمكن المصريين اقل. دابا ملي كتسمعني سمعت هذه اللوائح وسما وشفتي طلعتي على مجموعه من المنتخبات المشاركه راه بزاف الناس كيسحب لهم راه باقي حنا فافوري بحال كيف ما كنا فافوري بيتو حنا ديجا حنا ديجا في الجروب ديالنا غتجي معنا شهرين عاود لا 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 حنا في الجروب غتسمع لا وخصنا حنا في الجروب ديالنا ماشي فافوري. نعم بين السعوديه والاردن لان فلسطين هو المنتخب احترامه احترامه فلسطين وتقبل فلسطين والوزما بدا اول ماتش مع السعوديه. نعم. دونك الى سي ايفي غونار لعب لي جون بزاف. نعم. على الاقل ندوزو لك بومي دور ومن بعد يحل الله. نعم. كاين واحد الجروب فيه مصر والجزائر. نعم. وهذا الماتش ديال لي لوكو بين مصر والجزائر تكون فيه البونيه كبيره. عقل عليها. شوف كاس العرب هي موضوع البونيه. عرفتي كاين حسابات بيناتهم تاريخيه. نعم ف غنحاولوا نقراو بعض تعليقات اسامه باش نسدوا الموضوع. ما فهمتش ما كاينش الناس ما عطيش الاهميه بزاف للكاس علما انه هذا هو المنتخب الذي يمثل حقيقه الكره المغربيه وحقيقه البطوله المغربيه والمنتوج الخالص للبطوله المغربيه لانهم اللاعبين كاملين كاين في الخليج كلهم لعبوا في المغرب. نعم. كلهم تكونوا في المغرب دونك ما تفهمش كيفاش ندافع على المنتوج المحلي تبقيلو ندافع عليه ضد المنتخب الف ومنين يجي واحد البروفا واحد المنافسه اللي فيها اللاعب المحلي والمنتوج ديال البطوله الوطنيه تعرف تدافع. نعم هنا كيطرحوا بزاف الحسين سعد الله كيطرح التساؤل على حمد الله وكيقول لك واش غادي تبقى الجامعه حاقده على حمد الله رغم انها في حاجه المهاجم من قيمته المرجو الفصل بين الامور الشخصيه والعمليه. لا ما عندك تفصل الجامعه قررت باش حمد الله معمول يلعب في المنتخب الوطني المغربي خصوصا بعد ما كان عيط له وحيد بواسطة مصطفى حجي وحمد الله قال له ما تعيطليش ما تعيطليش تما فصلات نهائية. دابا تنظن انا بكل صراحة حمد الله العام راه احتياطي شوية في مصر ما بقاش جوج بيوت شو حمد الله هذه عامين. انا نطرح السؤال للنقاش واش حاليا تظن مع تواجد ازار وبن شرقي وبركاوي بركاوي حاليا ماركيز سبعة البيوت في الدوري السعودي. نعم. نفس الدوري الفريق اقل مستوى اللي هو الرائد. نعم وماركي بزاف واش كاين هذا الحاجه الكبيره الحمد لله باش لا هو شوف لا دوينا على هذا الموسم اسامه وغنقولوا تراجع على المستوى ولكن السؤال ديالي انا نجي نفس الحاجه نحطوا هذا المنتخب هذا لو كانت عندنا كاس العرب يعني الموسم اللي مضى ولا الموسم اللي قبل منه واش ما كناش بحاجه الحمد لله انه ندوب هاد الخلافات ونلقاو الحلول. هذا موضوع اخر لانه الجامعه ما دارش مجهود كبير باش انها ما دارش تلقى شي حل مع حمد الله واقعي ما دارش سافو دي كو لي زونترينور تاعهم حاليا متفقوا على انهم ما يعيطش ليه سافو دي كو لي زونترينور عندهم ما يديروا حمد الله
سي سا. ولكن كاين حوايج اخرين. علاش عموته هذاك تاع حاجه احفظ الله وكان فغي عنده غير اليوم تقبيه عموته اليوم تقبيه وكان عمو وكان الجامعه مقفى بانون وكان عموته هذاك جهدوا كله باش يقبل وكان الجامعه مقفل الظهيري كان جهدوا باش يقبل وكان الجامعه مقفى احمد الله ما عنده ما يدير بزاف تقبيه شاف مستناز هذا الموسم الماضي تم موسم ما كاين ما يدخلش ليه هو في لا ماشي ما يدخل ما فهمتينيش دابا وكان هذو كلهم ما كاينينش هاي نضفك الحمد لله هادو كاينين كاينين في مستوى كله نعم رب بزاف اللاعبين مراد باطنا ما بقاش في اللائحة اختيارات اختيارات ما كاينش حيت كاين خوين في اللائحة بيان سور ما تقدرش تفوت محمد أوناج ما كاينش في اللائحة نعم دونك تقول لي حيت ما تيلعبش كاع كاين اللاعبين ما تيلعبوش بزاف هادو كلهم تيلعبوا نعم دونك الجاهزية كاينة الأردن عنده مشاكل وفترة انتقالية سي حسين دجا قرينا التعليق ديالك كأس العرب قوية وجميع المنتخبات جاية بكل النجوم ديالها ممكن نتأهلوا للربع بسهولة لكن الدورة غادي تبدا في الربع يعني عاباش غنقدروا أننا نتكلموا المهم ماتشات صعاب كلشي ما إلا مشى جابها يكون مدرب خارق للعادة كل صراحة إلا خداها إلا خداها إلا خداها ماشي بحال شان شي حاجة يعني القيمه اكبر بك ما يمكنش ياخذها بك نفس السهوله ان شاء الله صعيبه المنتخب السعودي يعود للي بغى من يجي ضد المغرب يلعب ليكيب ديالو حتى يكون عنده النشاط هو ويربح المغرب باش يعود للخريف ودير المنتخب السعودي اللي كيلعب معنا نصف النهائي في دوري جده عقلتي ديال 2012 ضد غيريت كان دار ريكار دار داك الماتش مزيان لعبوا مزيان داك المقابل وكان المنتخب السعودي من الفريق الاول نعم كان المدرب ديالو انا داك فرانك ريكار نعم نعم اتحاد جده بجا قريتيها اسامه قبيله سي اسامه منتخب المغرب لان ذهب بعيدا ولن تستقر الاوضاع طويلا بوجود حجي مصطفى مشى لا ماشي موضوع لا ولكن المدرب الحالي لا ماشي موضوع لا تنباعوا منه باص صاحبي تفاش واش نمشي في الموضوع ديالنا هذه راه صوبه صوبه في حق اللاعب المحلي وفي حق المنتخب الرديف نجبدوا الهضره على المنتخب اسامه باقي ما ضيق على المنتخب المحلي ماشي المحلي ما نسميوش محلي نسميوه المنتخب الرديف المنتخب الرديف اسامه الاختيارات تاع موته قلتي بالنسبه لك هي منطقيه تمام حتى راه ما منطقه لا حتى منطقه ماشي منطقه ديالي راك منطقه انا كنت انا والمدرب ديال المنتخب الوطني تقبيه يكون عندي 19 ولا 20 من اللائحه وثلاثه الاخرين ينوضوا بوليميك اكثر نعم كان زوج شي اسميات الناس مقدسين ولكن انا ماشي عموته هو من يحكم الان ولكن وكنت انا ندير 20 19 على الاقل على 23 نعم تبغي نحلو بعد لحظات اللونتين أسامه ونأخذ المكالمات الهاتفية ونأخذ الآراء الناس لأنه الحوار بالمباشر كيكون أفضل ولكن قبل من ذلك نطلب من المخرج أنه يحط لنا الرقم ديال الهاتف ونمشي ورقم الهاتف أسامه ونمشي ونديش على البطولة كاع لا ندوي على دابا لا غنبداو البطولة لأنه عندنا مقابلة تكلمنا على جوج المقابلات الأولى بقاو لنا المقابلات اللي جراو في الويكاند واللي غنشوفوا النتائج ديالهم ونتحدثوا عليهم ان شاء الله اسامه الجيش الملكي اولمبيك اسفي قلتي عند محمد مفتاح قلتي انه عندك لا قلتي عند محمد مفتاح قلتي عند محمد مفتاح في اوريزون قلتي انه اسفي غي بيت نوار نعم بيت نوار في الرباط كي ومع الجيش يقوى بزاف انا باقي عقل اش كسر الانتصارات ديال اسفي في الرباط مع الجيش والدليل هو المباراه نعم. اسفي كي كانت ناقص انت تشوفها غدك تكون نعم حتى في المقابله يعني كانت تلجيش من ديال الوتر ديال فيكتوار باللي بحال هجموا راسهم لا هما داخلوا في الميطه الاولى تكون واضحين كان اسفي افضل الميطه الثانيه عاد باش فاقوا عاد باش بداو كيقلبوا كيضربوا ولكن ما حتى لاخر لحظه بمجهود فردي ديال الشيبي اللي دخل اخترق الخط بجميل شي ثلاثه اللعابه جميله وكذلك يعني في يعني في الخط الثاني وفي الاخر اسامه دار واحد الحركه ديال حابي سميتو على ما اظن واللي هي فيها داك الجدل ديالو مع طالب باقي اسامه عنده عقده يعني الشيبي بقى فيه الحال ما سميوش عقده بقى فيه الحال على داك
اللي كتبان لي هو حق راه من طرف طالب واكدها في المقابله. كيفاش شفتي المقابله انت؟ يعني عاديه، مباراه تشبه المباريات من اولمبيك اسيو الجمالك اللي ديما كتفرج فيها بنفس الطريقه. نعم، نهضت بركان والفتح الرياضي. الفتح الرياضي قدم مباراه جيده في الرياضي، الزهر اللي ما عندش غير مسلمي وانا طاح في بركان. نعم. بركان اللي ما نهزم حتى مباراه رغم انه تعاد بزاف مباريات، عنده 10 نقاط ديال لا عندي 10 نقاط ديال التاخر على الوداد. خلص في الاول والمباراه غدا بين نهضت بركان والوداد تكون مباراه مهمه جدا. نعم، شنو باغي نهضت بركان يعطي المستقبل ديال القريب كصورة؟ لا اليوم يخسر في الدار البيضاء ديجا يقول باي باي للبطولة النهائية. نعم، ويتقاتل على الثوازيام بلاس والدوزيام بلاس. نعم، بالنسبة للمغرب الفاسي الفوز على حسنية أكادير، المغرب الفاسي كيعزز راسي ديال الفلوس المقر حسنية أكادير اللي فوز مستحق بكل صراحة. لكن حسنية أكادير اللي ما عرفناش رغم أن في المغرب الفاسي أول مرة لعب 3-5-2 لأن عنده ثلاثة ديال الشخصيات في وسط الدفاع رامي وأدردوم اللي رجعوا للمستوى ديالهم والشاب مرموق، ففضل يلعب تواصل كدو ليبيرا ستاتي ويشو. ولكن انا ما اعيب على المغرب الفاسي حاليا هو ان تلعب جوج مهاجمين بجوج قصار بجوج يلعبوا بلوس ايدي ما تلعبش كاع راس حربه وهذاك وتشاني اللي كان ديال بلوس دار البيضاء جلسوا كاع ما ماشي بحالك مزيان. حاجه اكادير باش تشوف عدد اللاعبين اللي غادوا الفريق في السنتين الاخيرتين تشوف ان حاجه اكادير راه برافو عليها اللي مازال نعم اللي مازال قابطه. نعم، ناخذ مكالمه. الو الو وي سيدي. الو الو اسامه وي تفضل اخويا. يلا بخير ولا شريك. الله يبارك فيك، نشكركم على هذا البرنامج هذا. الله يبارك فيك اخويا، تفضل. حاول تكون سريع باش كاين بزاف الناس كاين الضغط. الو الو وي سيدي تفضل، حاول تدخل الموضوع دغيا خويا. انا غادي نهضر على التشكيله اللي الو كنسمعوا لكن بزاف كاين. الو خويا. الو هذا تعيط من قطر. الو دونك اسامه كنا في المغرب الفاسي وتكلمتي على المغرب الفاسي، حسين اكادير اليوم سيدينو مازال باغي يزيد ولايه ثالثه. لا وتيقول له عطوني فلوس يمشي بحالي. يعني كرس ذاك الواقع اللي حاربوا فوزي القجع واللي لايترو خرج قانون في الجمع العام السابق الاستثنائي ابريل الماضي باش يقول بان ما بقاش واحد عنده حق يسجل، ولكن القانون ما عندوش اثر رجعي. لا عنده سينون بودريك مثلا ما بقاش يبقى يسجل. شوف رابو فينونسي واش كاين شي بودريك الان ما بقاش سالفه. واخا سيدي مشيو لولا جوج دور دابا حسين الجندي واحد لواحد مقابله يعني مباراه مبله على حسب مودي وجدي كان عنده فريق جميل جدا يعني ضيعاته غير تقريبا العناد ديال السير. وبالنسبه لمودي وجدي يعني الدفاع الجديد دار دخل العرايش ومن بعد اصبح فريق على عادي انا يعاود يخرج مره ثانيه يوم الاربعاء على الرباط المواجهه الفتح. نبغي نشوف هذه المباراه باش نشوف في نقطة نهائية الحسن. مدرب مولودي جوجدة شكا من التحكيم وقال أنه بصفر ضدهم 8 ديال ضربات الجزاء وأن مولودي جوجدة ما عمرو تصفر ليها ضربة جزاء وقال أنه سيبقى يدخل بها قال أنه حنايا. ألو ألو وي أسامة. وي سيدي السلام عليكم، تحية ليك تحية المقدم. الله يبارك فيك. مرحبا. ممكن نقصوا من غير أحد الموتى شو بغيت تناقش؟ كاين واحد حملة سلسة هاد اليامات قادة رئيس ديال واحد الفرقة على الراجا، ما عرفتش واش عندها دي خلفيات واش شكون رئيس الفرقة؟ شكون؟ على هشام عيتمان. على هشام عيتمان ما دواش على الراجا كاع هشام عيتمان. لا من وراء المقابلة بشكل مباشر. الله يرحمه. التحكيم ما دواش على الراجا نهائيا، اسمح لي.
حقو يدوا التحكيم حقو يدوا على بالنسبه لك بالك كانوا اخطاء فهادي حاجه ما كانوش غير اخطاء ولكن ولكن هو هو بان لي ملي كيت علاش باغي علاش باغي تحشر راجه في هذا الموضوع كاع هو بيان سو ولا حقاش هاد خويا 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 حنا باغيين ندير شي حوايج مهمين اليوم الله يرحم والديك نيمي كو عندنا ما نبداو داك على هادشي الله يخليك الله يخليك الله يخليك زعما راه خصنا الو مع كل احترامي لا ما بغيتش ندير في هاد المواضيع حتى هي جامعة منا هاد المواضيع تكلم على الفريق هاد واش على الراجل الو سما الو الو سما وي سيدي كنشكركم على هذا البرنامج هذا الله يبارك فيك تبارك الله عليكم ديما اسامه تبارك الله في المستوى ميلود من قطر شرفي صراحه كما قلتي شحال من واحد كيقول هذا الدوري هذا ديال المنتخبات العربيه الدوري ناقص صراحه الدوري غيكون في المستوى حيت هنا راه كلشي موجود كلشي كاع التيرانات تبارك الله راه كلشي طالع مزيان وان شاء الله غيكون هذا غيكون هذا الدوري هذا غيكون مزيان ونتمنوا للعموت ان شاء الله نديروا شي نتيجه ان شاء الله ان شاء الله وتبارك الله حتى اللائحه فرحتني ملي شفت اللائحه حيت باش كنتي لحقتيها اللائحه حتى هي تبارك الله الدراري كلهم شكرا خويا بارك الله فيك شكرا انت تطلب من الناس اللي تيتصلوا عيدوا باقتدار السلام عليكم الو الو سيدي السلام عليكم معكم محمد امين من ايطاليا مرحبا سي محمد امين لي ايطاليا من ايطاليا وكان خدام بالنمره ديال المغرب خدام بالنمره الامريكان مي با النمره المغرب لا دي لابيل الثاني اللي عندي ماشي موجه تفضل يلا مرحبا انا لا حتى موجه تناقش ميزو تناقش داكشي ناقشناها وحنا باغي كنتمنوا المنتخب المغربي يحقق اللقب هو حامل اخر نسخه عربيه اللي كانت قامت في السعوديه متفقين وحامل كاس افريقيا المحليين مرتين متتاليين مره مع جمال السلامي ومره مع اخر دوره في الكاميرون يعني الخلاصه ديال الحديث ديالك هو انه المنتخب انا باغي نعقب على باغي نعقب تفضل عقب باغي نعقب علاش ما خداش حميد احداد المفروض كان عليه ياخذ حميد احداد على الاقل يكون في احتياط لا حيت خدا لا السؤال جواب سهل بزاف حيت خدا ازارو وبكاوي اللي بالنسبه ليه حاليا احسن لا بكاوي ما كيلعبش مهاجم صريح لا خداه مهاجم صريح هو حاج بركاوي كيلعب في الرائد على ما اظن في الرائد السعودي كيلعب جناح هو ما خداش دابا اخر ماتش هدف ضد النصر السعودي نعم ولكن هو اختاره كمهاجم وكمهاجم حاليا وكالفورمه اللي كاين حاليا عند بركاوي افضل من احداد متفق معك السي او وحامد احداد عنده ماتشات في رجلو هاد السنه مع الرجاء البيضاوي يعني المستوى ديال احداد الموسم يعني ناقص مقارنه مع احداد الموسم اللي فات سجل 4 اهداف في الدوري وسجل 4 اهداف في الدوري الوطني ها واش الترتيب ديالو كهداف لا واش شحال مسجل ازار و 4 اهداف ولا 5 اهداف بركاوي عنده 7 بركاوي عنده 7 ها ولكن احد ما كاينش ما لعبش شي ماتشات مع الرجاء ولا 3 ما كاينش بغي اجي بصراحه واش بان لك شي فرق كبير بين احداد والبركاوي وازارو لا انا كنفضل انا سي اسامه انا كنفضل ازارو كمهاجم رسمي واحتياطي حميد احداد انت مع كل اسف عموته اللي تيحكم شكرا شكرا انا عندنا الراي ديالنا هي تعطيك الراي ديالك فهمنا اش نديرو حنا ما نديرو راي حنا ما متفقينش مع الراي ديالك كاع حنا من نتناقشوا السي اسامه في البرنامج ديالك اذا باغا المنتخب الوطني يدي اللقب يدافع على اللقب ديالو حتى حنا عارف حيت كاين منتخبات قويه واش انا قلت لك علاش ما يعني ماشي بوليميك صحيحه هذه باش نتناقشوا فيها زعما صحيح سي اسام وكان وعلي بن معمر انا كان في النظر ديالي ياخذ محمد الزريده اكثر تنافسيه وجاهز لا كان ياخذ الراجه كلها ويهنينا حسن وزريده ما كانش كاع في اللائحه اللي دازت جبت لي زريده باش نوضوا نصدع مع الناس واللائحه اللي دازت ما كانش زريده كاع ياخذ الراجه كامله واش انا قلت ما يمكنش ياخذ زريده وما كانش اللائحه الكبيره دابا زولنا دابا شفنا 30 اللي كانوا عنده خدا منهم 23 ما جبنا شي واحد اللي ما كانش في 30 كاع لا ورجع لنفس اللائحه وشوف انت ما عمرك تخلى عليه شكرا اخويا لكن سي اسامه كاين واحد النقاش شكرا لان ما بقيتش شكرا سي اسامه صراحه انا نخليك نكمل إلا كون أي واحد يعيطنا وقلنا داك الشهوة ديالو ديال فرقته ما كاين لاش نديرو ديبا
يعني انا ما عنديش تشكيله مشكله عندي دابا نقاش تشكيله مشكله كنا نبقاو نزهاو نديرو حيت التشكيله حنا تنديروها تشكيله مشكله حنا تنديروها ماشي المدربين. نعم دابا هنا زعما كنا نناقشوا بصفه عامه الفلسفه شكون زال ماشي واحد اللي ما كانش كاع في لاباز من اصله ما كاينش ندوي عليه لان حتى الناس ديال الماتش يقول لك ممكن عيط لي الشو الناس ديال طنجه يقول لك عيط لي شي واحد اي فريق باغي يلعب اللاعب ديالو في المنتخب. وهاد القضيه هذه بغيت نعاود نركز عليها وسام واش الاستداء كبر لاعبين من قطبي البيضاء واش لي كاليتي لانهم من احسن اللاعبين اللي كاينين ولا كاين شي حاجه اخرى؟ هذا سؤال خصنا نطرحوه بكل صراحه باش نجيو نقارنوا السبعه اللي عيطوا شنو كاين السبعه اللي عيطوا من الوداد والرجاء اللي ناقشوا. نعم زيدتي متفق عليه؟ لا انا متفق انا كنطرح سؤال حتى انا متفق يطرحوه ناس انا كنحاول نطرح جميع الاسئله اللي ممكن ان تدور يعني في ذهن الناس. سيو سامو واحد القضية لاحظتها في السنين الأخيرة في البطولة هي أنه الفرق اللي كتلقى رؤساءها أصدقاء كيكون عندهم نفس المستشهر وغالبا ما كيكونوا فرقة كبيرة مع فرقة صغيرة في البطولة بمعنى آخر الموضوع ماشي ديال اليوم وملاحظتك ديال هادشي ديال الأصدقاء كاين ولكن راه عادي جدا ما فيه حتى شي مشكل. وسامو كنصاب الناس يبقاو يتناقشوا في يتصاحبوا باش يجيبوا لي سبونسور مزيان لا كاين ديكلون فهمتي ديال البطولة كتلقى ثلاثة الفراق مصاحب بعضياتهم كتلقى رئيس فلاني ورئيس فلاني ورئيس فلاني وكيخدموا بعضياتهم مزيان ما فات حتى شي عيب وما فات حتى شي حاجة اللي ماشي على عين وسام وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا. شكرا مع كامل الأسف كدوز دغيا وكنزالي دغيا نتلاقاو إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله تكون عندنا تغطية خاصة لهذا كأس العرب خصنا نديرو حلقات أكثر أو الدرجة ولا ماشي هذين الوداد في ربعة ورجاء ثانية شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك. الخميس 6:15 مشاهدينا ومشاهدينا الكرام يوم الخميس ان شاء الله الساعه 6:15 نلتقيكم يوم غد ان شاء الله على الساعه 6:15 مساء والى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.